تشاو توتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده حابه اكلمكم عن حاجه مهمه جدا حصلت في الايام اللي فاتت، الا وهي ان السفاره الايطاليه في مصر رفضت فيزه ناس بسبب ان هم ما بيعرفوش اللغه الايطاليه. حد هيقول لي يمكن هم كانوا مقدمين على دراسه، هقول لك لا، كانوا مقدمين على ضم عائلي. لك ان تتخيل ان شخص اوكي يقدم على ضم عائلي وما يعرفش اللغة. يعني هو المفروض، يعني ايه ضم عائلي؟ يعني انت يكون ليك مثلا باباك قاعد في ايطاليا بيشتغل خلاص، او جزء من العيلة بتاعتك، في الاغلب هي اقارب درجة اولى عشان نبقى واضحين بس، فبيعمل لك ضم. اوكي، يعني الاب بيجيب ابنه، بيجيب زوجته اوكي عشان يقعدوا معاه. طبيعي هو لما هيعمل ضم الابن هيدخل مدرسة، الأم هتتعامل مع الناس، يعني هتخرج في الشارع، محتاجين طبعا اللغة. فبالتالي اللي يحصل ايه؟ انه انت ما بتعرفش اللغة، جت السفارة خلاص اصدرت نقدر نقول عليه قرار او شرط ان يتم عمل امتحان لغة. اللي كان بيجي يقول لي احنا بنتعلم اللغة من الشارع، خلاص ما بقاش في الكلام ده. انت لازم تتعلم اللغة على اساس صح، وده اللي انا كنت بنادي بيه بقالي سنين وسنين، من ساعة ما عملت القناة بتاعت السوشيال ميديا، اليوتيوب والانستجرام والتيك توك، بقول للناس اتعلموا اللغة على اساس صح. دلوقتي خلاص مش هينفع، اصل لما هنيجي ايطاليا هنتعلم لغة من الشارع، هنلقطها من الشارع. لا خلاص مبقاش فيه الكلام ده. انت لو هتيجي ايطاليا اوكي، من مصر لايطاليا، بتكلم طبعا عن مصر عشان نبقى واضحين، فانت في الحالة دي اوكي لازم تبقى مجهز نفسك، تعلموا اللغة على اساس صح، عشان ده اللي هينفعكم مستقبليا، ده اللي هيغير حياتكم. وكمان كنت لسه عاملة فيديو من كام يوم قلت ان اللغة بتغير الحياة، بتقلب الحياة 360 درجة. استنوني في فيديوهات تانية جديدة. تشاو.